الكتاب حقق جاء أفضل وصية به. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماء، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. شاهد من حديث الجار